خليني افرجك على الفيديو الثاني في حلقه النهارده، واخد تعليق من هاني رمزي ضيفي النهارده على اللي هنشوفه ده مع بعض. بتضحك ليه؟ هو ده اللي مراتي بتغير عليا منه يعني. لا 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 بتغير من ال من البوكسر. من البوكسر؟ مش انا قلت كده؟ انا قلت كده الاعلان من عارف. طبعا. وانا بقيت مستغرب، بس دي على فكره رقصه تجنن. ما تيجي نجربها يا ميزو. تعالى تعالى. افتح رجلك شويه، افتح رجلك شويه، يلا رجع. لا رجع ال رجع دي بالظبط كده كده. وبعدين تخيلوا ان في بوكسر يعني. يلا بص بص يلا يلا شكرا ليكم على هذه المتابعه.